بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا أعنا على توحيدك وأعنا على محبتك وزدنا معرفة بك حتى نقدرك حق قدرك. آمين يا سيدنا يا عظيم. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم زوال وسكنتم في مساكن الذين تركنا هذا الموضوع وسكنتم المساكن الذين ظلموا أنفسهم قد أغلب الناس ظلم عبر التاريخ وتبين لكم كيف فعلنا بهم مفهوم آثار الضربة الإلهية ما زلزل ولا قلب في كما سودوم وغومور اتسترا أهلوت الكلاب هذوكم ناس من أول ناس ربما في التاريخ المعروف اليوم جابوا عبث جنسي يعود يأخذوا إنسان يزوجون كما قال رب العالمين. التفتوا إلى دبر الذكور وتعرفوا دبر الذكور ولا حتى الإناث دبر أولا ما خلقوش ربي باش يدخل فيه إير وكونوا ثم تجي الأمراض بك المنيك المجردم تجي أمراض ما كانتكوش على بال خلف السرطانات اللي في المكان الحساس وخلف الصدا وغير الصدا وما أعظم من الصدا نسأل الله السلام.